رسالة إلى إخواني البلاد جروب، ليه الإفساد وليه السواد وليه بدل ما نحتفل بالأعياد بنعيد العداد؟ هو العيب فينا ولا شغل حساد؟ مستني إيه لما تهجم على الداخلية وفي إيدك خرطوش، خرطوش أعمى يدوش، يجي في عسكري ميته كام مرتوش، كل همه إنه يحوش، مستنياه أمه غلبانة في الحوش، خلاص تاخد أوامرك من شفيق وتسمع لكل نهيق، وتروح لمبانيك تولع الحريق. وتضرب اللي كان من ايام صديق ومعاك في نفس الطريق، كنتوا انتوا الاتنين في نفس الفريق. والله انا بحبك وبخاف عليك، وانت بترمي عليا المكتوف، قلبي عليك ملهوف، بدا يا ربنا يحفظك ونجمك من الخوف، خوفها عليك ترجع لها ملفوف. كل ما نحتفل ال25 ايه، نقول اللي يسقط اسمه ايه، ولما يسكت اسمه ايه، ونختار بايدينا اسمه ايه، نحتفل بسقوط اسمه ايه، ونسكت الرئيس المنتخب كنا انتخبناه ليه، وكانت الانتخابات ليه، دي غابة دي ولا ايه؟ ولما يسكتوا ويجيبوا اسمه ايه؟ الشعب هيسكت؟ ده كلام ايه؟ هيطلع الناس اسمهم ايه؟ يقولوا احنا عايزين اسمه ايه؟ ويسكت اسمه ايه؟ احنا اسفين اسمك ايه؟ وفي ايه؟ ومين مين اللي علينا كذب؟ هو الشائع علينا كتب؟ كفاية شعارات وخطب، وكفاية قتل ما فيهاش مصري كسب، ويلا نبني مصنع من الطوب والحطب. عمر سليم.